بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا الفهم السديد، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. قال الإمام الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، في كتابه المسمى بغاية المأمول شرح ورقات الأصول، في قراءتنا السادسة لهذا الكتاب بالرواق الجاوي، في الكلام على الصيغ التي تفيد العموم، قال رضي الله تعالى عنه: ورابعها، أي رابع الصيغ التي تفيد العموم، لا عامة في النكرات، لا عامة في النكرات، يعني أن لا عامة في كل النكرات التي تدخل عليها، سواء كانت لا مباشرة للنكرة أو مباشرة للعامل، فهي في الجميع تفيد العموم كما سيأتي. لا عامة أي عموم استغراق في النكرات، النكرات جمع نكرة، والنكرة ضد المعرفة، مثل لا كل ناف، مثل لا كل ناف، يعني بعد في النكرات ضع نقطة، مثل لا كل ناف، يعني أن لا وما كان في معناها من كل ما أفاد الامتناع، فمثل لا كل ناف، سواء كان ذلك النافي اسم أو فعل. فالنكرة في سياق النفي للعموم، فالنكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي بمعنى الاستغراق والشمول، سواء أباشرها النافي، يعني سواء كانت النكرة مباشرة للنافي أو النافي مباشر للنكرة، النافي مباشر للنكرة، يعني لا رجل أنتم ترون هنا أن لا باشرت رجل، يعني لم يقع بين لا وبين رجل أي شيء دخيل، وهذا معنى المباشرة، أن لا تباشر النافي، تباشر مش النفي هنا، تباشر المنفي، سواء أباشرها يبقى سواء أباشر النافي النكرة، صح كده؟ لا، يبقى أباشر النافي النكرة، النفي اللي هو لا وكل ما كان في حكمها، يبقى باشر النافي الذي هو لا وكل ما في حكمها النكرة، مثل لا رجل، ما رجل، إن رجل، وهكذا. وهو النافي بقى ليس خصوص لا، ولذلك قال في أول الكلام: مثل لا كل ناف. فالنكرة ولا ما، أدي أول حرف،
ولا، تاني حرف ولات اللي هي مركبة من لا، وليس ده رقم كم كده؟ ده 4. ولم، لم يكن له، ولن 6، وإن 7، إن المخففة. والفعل مستعمل فيه، وكذلك الفعل، مثل قل ما، قلما، لأن قلما للنفي، مثلها مثل لا. قلما رجل يفعل كذا، يعني لا رجل يفعل كذا. ليس هناك فرد من أفراد الرجال يقومون بهذا الفعل. قلما رجل يفعل كذا إلا بكذا، يعني قلما رجل يعني يعطي من أمواله إلا إذا أخذ مثلا، يعني لا يوجد رجل. أم لم يباشرها، ولم يباشرها في مقابلة باشرها، لم يباشر النافي النكرة، يبقى الهاء هنا عايدة للإيه؟ للنكر. طب وفين فعل يباشر اللي هو النافي، اللي هو الضمير العائد ليه؟ مشايخ للنافي. واحدة واحدة كده عشان نستطيع ان احنا نتقن الكتاب يا مشايخ الاسلام والايمان. خلافا لبعضهم، يعني ان هناك بعض العلماء من رأى ان النكرة في سياق النفي ليست للعموم، وهو الآمدي في أبكار الأفكار، قال بأن النكرة في سياق النفي ليست للعموم، بخلاف ما إذا انصب عليها النفي، يعني إذا كان النفي مباشرها والنفي مصبوب على النكرة فإنها تفيد، وأما إذا لم ينصب النكرة عليها، يعني بمعنى أن النكرة وقعت في سياق العموم ولم يكن العامل أو النافي يعني مباشرها. هذا الكلام هتلاقوه في أبكار الأفكار للإمام الآمدي، وهو مطبوع في 5 مجلدات. خلافا لبعضهم، وهنا تحت في الحشة بيقول لا، هو أبو البقاء العكبري، حيث اشترط في عمومها أن يكون معها من ظاهرة أو مقدرة، انظر المسودة لبعض المتأخرين. الكلام ده أيضا منسوب أيضا للآمدي، ما فيش مانع، لكن في الحشة بيقول لك اللي قال إن هي ما تفيدش العموم إلا بشروط أبو البقاء العكبري من الحنابلة. طيب بعد ذلك قال هيستدل على أنها تفيد العموم، قال إذ لو لم تكن النكرة في النفي، في النفي يعني ايه؟ النكرة الواقعة في النفي، لم تكن النكرة الواقعة في النفي عامة، لما كان قولنا لا إله إلا الله نفيا لدعوى من ادعى إلها سوى الله. طيب فاهمينها؟ ما هو بيقول ايه؟ هو بيقول لك مثلا فلان الفلاني إله، فرعون إله مثلا يعني، فتقول له لا، لا إله إلا الله، فين بقى وجهة الدليل؟ قال له ما قال لا، صح؟ إله يعني نفى كل الآلهة ثم استثنى منها الله، لا يعني لا إله إلا الله، يعني ليس هناك إله في الوجود مطلقا إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فالآخر بيسمع وبتحتج عليه وبيسكت، عارف بقى لو ما كانتش تفيد العموم ما كانش ده بقى رد عليه. ليه؟ لأن معناها ايه؟ الله هو الإله فقط،
ده معنى انها للعموم كده، ان الله هو الاله فقط. طب عارف بقى لو هو ما كانتش افادت العموم ما كانش هيبقى حجه. ليه احتمال ان يكون في اله تاني؟ لا اله مين بقى الا الله؟ ما هو معاه حد تاني، ما فيش مشكله، العباره تفيد هذا. وكان قال له كده واحتج عليه بمثل هذا، ولكن لم يفعلوا هذا. يبقى لا اله نفيا لدعوى من ادعى الها سوى الله، ولكنها، ما هو ده اسمه قياس استثنائي، لكنها تعتبر ردا على من ادعى دعوى الألوهية، فيلزم من ذلك أنها للعموم. يبقى هي رد لدعوى من ادعى ألوهية غير الله. نحن نقر بهذا، وما دام هذا لا يتوصل إليه إلا بجعلها للعموم، فصار العموم من لوازم من قال بأنها ترد على من قال بأن هناك إله مع الله. طيب هو بيقول إن لا في سياق النفي للعموم. طيب وبيقول إن لا إله إلا الله سبب مجيئها إيه يا مشايخ؟ واحدة واحدة كده عشان نفهم. لو بعرف أكتب على السبورة كنت كتبت، بس أنا ما تعودتش على هذا، ده منهجي. لا إله إلا الله أتي بها من أجل أن يرد بها على من ادعى أن هناك إلها للكون مع الله. فجاءت لا إله إلا الله لرد هذه الدعوة الباطلة. هم يقولون بأن هبل إله، منات إله، فرعون كان إله، الهوى إله، فادعوا آلهة متعددة وكثيرة. فرد عليهم بأنه لا إله إلا الله فسكتوا من أجل ذلك. جهة الرد إيش؟ جهة الرد هو قال منات إله وهب الإله، فجاءت العبارة لا إله إلا الله. يعني إيه؟ يعني هبل ليس إله، وفلان ليس إله، وفلان ليس إله، وفلان ليس إله، وفلان ليس إله، والله إله. فكانت ردا على دعواهم بإثبات الآلهة الأخرى مع الله، فجاء الرد عليهم بأنه لا إله إلا الله، فنفت كل الآلهة الباطلة وأثبتت الإله الحق، فكان ذلك ردا لدعواهم. طيب نقلب بقى الناحية التانية، احنا فهمنا كده صح لغاية هنا صح؟ طب لو ما كانتش تفيد العموم، الوجه الثاني بقى اللي انت مش قادر تفهمه، لو لم تكن مفيدة للعموم لما كانت ردا، لأن انت بترد على ان هبل مش إله، بس العبارة اللي انت رديت بيها لا تصلح لنفي ألوهية هبل. انتوا عارفين هبل؟ اللي يشاهد الأفلام المصرية القديمة اللي هي بتاعت فجر الإسلام هيعرف مين سماحة هبل. كان إلها يعبد من دون الله، يصنعونه من حجر أو يصنعونه من عجوة، كان الواحد منهم يعمل تمثال من عجوة يعبده، لما يجوع يأكله. ما هو يعني حاجة، يعني حاجة لطيفة خالص. طب لو ما كانتش بقى يعني مفيدة للعموم، ما كانتش بقى فيها رد. ليه؟ لأنها مش هتقول لا إله فلان، ولا فلان ليس إله، وفلان ليس إله، وفلان ليس إله. أمال هتبقى إيه؟ هتبقى بس لإثبات إلهية الله، والإثبات لا يعني نفي ما سواه. لا إله إلا الله يعني أثبتنا
ألوهية المولى سبحانه وتعالى بحق، ولكننا لم ننفي ألوهية من سواه. فلو لم تفد العموم لما أفادت نفي ألوهية من سوى الله، لكنها باتفاقنا جميعا واتفاق من سمع تنفي ألوهية كل من سوى الله. ونفي ألوهية كل من سوى الله لا يتأتى إلا من خلال الاتفاق على أن لا في النكرات للعموم. فهمنا؟ وضحت ولا نصايا؟ نقول ايه بس؟ ما تقولش غير اما اخلص نشوف الناس فهمتها ولا لا. ده سهل خالص. انتوا هقول لكم بقى حاجه لطيفه، انا اول مره اشرحها بالسلاسه دي في هذه القراءه، سلسه جدا معايا. طيب، قال ثم منها ما هو نص. يعني ايه نص يا مشايخ؟ يعني لا يحتمل الخصوصيه. يقول لك هذه الصيغه نص في العموم، يعني لا يحتمل الخصوصيه. طب والظاهر في العموم؟ يعني يحتمل الخصوصيه احتمالا مرجوح. يا ريت تقيدوا الحاجات المهمه دي، تقيدها علشان خاطر انا مقيد على كتابي اهو. لما تقيد على كتابك الحاجات المهمه دي، لما تأتي وتشرح الكتاب ده عندما تذهب إلى بلادك أو إلى بلدك، يبقى الحاجات اللي زي هتساعدك وانت بتشرح. لأن أعتقد أن احنا كلنا إن شاء الله عندما نذهب ونقوم بالتدريس وننقل هذا العلم، كلنا هنشتغل على تدريس الكتاب ده. واخد بالك ليه؟ لأننا قرأناه واستوعبناه، ومعنا كمان أدواته، معانا الشرايط او مش الشرايط، معانا المسجلات على اليوتيوب. طيب، بارك الله فيكم وفي كل القائمين على هذا الرواق المبارك. ثم منها، اي من النكرات التي في سياق النفي، ما هو، يعني شيء هو نص في العموم. طيب، ما هو الضابط لنصية العموم؟ نصية العموم يعني لا تحتمل الخصوص مطلق. ايش؟ طيب، كيف نعرف ان هذه النكرة في سياق النفي نص في العموم لا تحتمل الخصوص؟ يلا مع بعض كده. قال: اما لكون النكرة لا تقع الا في نفي او شبهه. يبقى خد أول قاعدة، تكون النكرة نصا في العموم حيث كانت ملازمة للنفي أو شبه النفي. نحو ما فيها داعٍ دي نكر، وهي دائما تساق هذا المساق، دائما تؤتى بها في ملازمة للنفي. ما فيها داعٍ، ما بتشتغلش إلا كده، داعٍ أو ديار، يعني لا تستعمل ديار إلا مع أداة النفي ملازمة للنفي. أحد، ليس هناك أحد، دائما ملازمة للنفي. الواو الهمزة هنا يعني من واو. طيب، هو هيقولها بعد كده عشان دي مهمة. إذا لم تقدر همزته، إذا لم تقدر همزته بدلا من واو،
لا النسخة اللي عندك غلط، وإحنا نبهنا على خطأ هذه النسخة هنا أكثر من مرة. يبقى إذا لم تقدر، يعني أحد، تكون ملازمة للنفي إذا لم تقدر هذه الهمزة بدلا من الواو. يعني الهمزة دي ليست مبدلة من الواو في اللغة، يعني ليس أصلها واحد إنما هي أحد. إذا لم تقدر همزته بدلا من الواو، هنا بقى بيقول لك إذا لم تقدر همزته به لا من واق. النبي ده كلام، النبي ده كلام يرضي ربنا يتحط في النص فوق؟ عندكم ايه بقى؟ وبرضك ما شالهاش. وانا قايل ايها المحقق المدقق رحمك الله، شيل اللي فوق ده، لان اللي فوق ده خطأ محض. بيقول لك بدلا من واو، ده ما قالش كمان في نسخة هنا ولا هناك، ده كاتب ألف بدلا من واو وما قالش غير كده. طيب يبقى إذا لم تقدر همزته بدلا من واو واحد، يعني الهمزة اللي فيه ديت ليست محولة من الواو التي في واحد. ليه؟ لأن الواو التي في واحد ليست ملازمة للنفي، فإن ذاك يكون في الإثبات، يعني ما تقدر همزته واوا يستعمل كذلك في الإثبات، نحو قوله قل هو الله أحد، يعني واحد. يبقى أحد هنا إيه؟ أصلها منين؟ أصلها من واحد، هي كده أصلها واحد. وإما لكونها، يعني النكرة، مما يصدق على القليل والكثير، دي رقم اثنين، يعني الحالة الثانية التي يكون فيها النكرة ملازمة للنفي، أن تكون النكرة مما تصدق على العدد الكثير ومما تصدق على العدد القليل، نحو ما فيها من شيء، وشيء يعني صادقة على الكثير والقليل. فإذا وقعت شيء نكرة وسلط عليها النفي كانت نصا في العموم. وإما لكونها اسما لله العاملة عمل إن، عاملة عمل إن يعني يا مشايخ، يعني تعمل عمل إن التي تنصب، يعني لا رجل قائما، سواء أبنيت أم لم تبنى، يعني سواء كانت النكرة مبنية لا رجل عندي، لا رجلا، سواء كانت مبنية أو لم تكن مبنية، في كلا الحالتين هي نص في العموم. وإما لكونها مقترنة بمن المزيدة، يعني من الزائدة، مزيدة على وزن فعيلة، فعيلة يعني إيه؟ تأتي بمعنى المفعول وبمعنى اسم الفاعل. طب وهنا هي ايه بقى؟ مفعولة، يعني احنا اللي هي اللي وقعت عليها الزيادة، مش هي اللي زودت نفسها. يعني نحو ما في الدار من رجل، فهي نص في العموم، لأنه لو قال ما في الدار رجل لا أفادت العموم،
ما فائدة دخول من النص على العموم أو توكيده نحو ما فيها ديار؟ يبقى إما أن تنص على العموم أو إما أن تؤكد العموم نحو ما فيها ديار، لأنه لو قال ما فيه ما فيها ديار فهذا أفادت العموم، ولو قال ما فيها من ديار هيبقى في زيادة، والزيادة دي جاءت لتأكيد العموم. يعني إيه لتأكيد العموم؟ طب ما احنا لو ما جبناش أصلا من كانت أفادت النصية العموم، لأن ديار لا يستعمل إلا ملازما للنفي، فلما أتينا بمن زيادة كانت للتأكيد على نصية العموم. وده الفرق ما بين الاثنين، عشان لو تسأل عليهم أنا عارف قلبي بيقول لي. وذا وظاهر طيب، ومنها ما هو ظاهر فيه، يعني ما هو ظاهر في العموم، يعني يحتمل الخصوص احتمالا يعني مرجوحا، وهو ما عدا ذلك من سائر الاستعمالات. قلما رجل يفعل كذا بكذا، يا ظاهرة في العموم. وظاهر كلام المصنف أن دلالتها على العموم بطريق الوضع. عايز يقول لك اهو بالوضع، يعني وضع خاص، وهو دلالة المطابقة بدليل مقابلته باللزوم. ايه ان دلالتها دلالات، اما انا قلت دلالتها، لا دلالاتها مش تها، ده هنا قال لك دلالاتها دلالاتا، لا هي دلالاتي، يبقى هو هنا الفتحة دي غلط، صح اكسر. فهمتم يا مشايخ؟ يبقى دلالاتها يعني دلالات النكرة في سياق النفي على العموم بطريق الوضع، يعني بطريق المطابقة، وهو المرجح، لأن المتكلم إنما يقصد بنفيه نفي كل رجل لا نفي المشترك. يبقى هي بالمطابقة، يعني إيه؟ لأن المتكلم عندما يقول لا رجل في الدار يقصد إيه؟ يقصد نفي كل فرد 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 من أفراد الرجال، ولا يقصد بذلك نفي المشترك اللي ما بين الأفراد وهو الرجولية. يعني إيه دلالة المطابقة؟ دلالة المطابقة هو دلالة اللفظ على كل أو على تمام مسماه. طيب فقال إن هي بطريق الوضع، يعني إيه الوضع؟ مش يقصد الوضع اللي هو جعل اللفظ بإزاء المعنى، لا يقصد من الوضع هنا وضع خاص اللي هو كما يقول الشراح دلالة المطابقة. فعايز يقول له إن لا دلالة لا التي في سياق النفي إنما دلت بطريق المطابقة، طيب مش بطريق اللازم. يعني ليه؟ قال والله لأن هو المتكلم عندما يقول لا إله إلا الله معناها إيه؟ معناها نفي ألوهية فرعون، ألوهية كذا، ألوهية، بيذكر نفي الأفراد، هو مقصود أنه هو ينفي الأفراد وليس مقصوده ان هو ينفي المشترك. ايه هو بقى المشترك؟ يعني اقول لك حاجه، ليس في الدار
إنسان. قصدي بيها إيه؟ أقولها لكم يمكن تيجي هنا أسهل. قصدي بيها نفي وجود الساقي ووجود الطاعم ووجود الكاسي ووجود كذا، يعني أردت بنفي كل ليس هناك إنسان معناها فرد من أفراد الإنسان. ليس هناك الفرد الفلاني والفرد الفلاني والفرد الفلاني والفرد الفلاني. طيب، وليس المراد بها نفي المشترك ما بين هذه الأفراد. ما هو المشترك ما بيني وما بين الفرد ده والفرد ده والفرد ده الإنسانية اللي هي الحيوان الناطق. فليس المراد بها نفي الحيوان الناطق اللي هي الحقيقة، إنما المراد بها نفي الأفراد. ليس في الرواق إنسان، معناه ليس هناك شوال ولا إسماعيل ولا أحمد جمال ولا أحمد جميل ولا فلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان. ليس المراد هذا هو المراد به، وليس المراد هو نفي الإنسان اللي هو الحيوان الناطق. وإن كان يلزم من نفي الإنسانية نفي الأفراد، عندما نقول لا إنسان في الدار، إذ لو كان فيها إنسان، لو كان فيها فرد، الفرد ده هتوجد معه الحقيقة اللي هي الحيوانية الناطقية. فيلزم من نفي الحقيقة نفي الأفراد، لكن النكرة هنا لم تتوجه على نفي، افهم عشان دي مهمة، النكرة هنا لم تتوجه على نفي الحقيقة، إنما توجهت على نفي الأفراد. ده اللي هم عايزين يقولوه. هل يا ترى النكرة في سياق النفي تنفي الحقيقة أم تنفي الأفراد؟ مذهبين. مذهب الأولاني بيقول لا، هي لنفي الأفراد. فعندما يقول لا إنسان في الدار معناه يعني لا الساقي موجود ولا تقي ولا 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 ولا، نفت الأفراد. المذهب الآخر بيقول لا، ده يقصد من لا إنسان في الدار يعني هذه الحقيقة غير موجودة، وإذا انتفت الحقيقة لزم من انتفائها انتفاء كل الأفراد. إذ لو وجد فرد واحد من أفراد الحقيقة لوجدت الحقيقة في ضمنه، وإذا وجدت الحقيقة في ضمنه لما كانت منفية. طيب، والدليل على هذا دخول الاستثناء. وإحنا نعرف إن الاستثناء إنما يرد على الأفراد لا على الحقيقة. فإذا قلنا ليس في الدار إنسان إلا زيد، يبقى احنا نفينا الأفراد وخصصنا من هذه الأفراد زيد، وهذا لا يصح مع الحقيقة. أقول ليست الحقيقة موجودة إلا الفرد، أستثني الفرد من الحقيقة. فرد إنما يستثنى من مثله، أي من الأفراد لا من الحقيقة، وإلا لكان الاستثناء حينئذ استثناء منقطع. وهو المرجح، وقيل بطريق اللزوم، نظرا لأن النفي أولا للماهية. طب تمام، أنا شرحتها، يعني للماهية أقول لا رجل، يعني لا رجل إيه؟ لا رجل في الدار. المراد يعني هذه الحقيقة وهي حقيقة الرجل منفية، ولزم من انتفاء الحقيقة انتفاء كل فرد 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 من أفراده. فالنفي توجه على الأفراد مباشرة أم توجه على الحقيقة؟ ولزم من توجهه على الحقيقة توجهه على الأفراد. المذهب الثاني بيقول كده، بيقول لا، ده هو توجه النفي إلى الحقيقة ولزم من نفي الحقيقة نفي الأفراد. إذ لو وجد فرد من أفراد الحقيقة لما انتفت. طيب،
كلام حلو وانتوا احلى. قال السهروردي ده مولود 490 ومتوفى سنة 563 في التنقيحات، في كتاب كده مطبوع في مجلد واحد اسمه التنقيحات للسهروردي، ومحل كون العموم كون النكرة في النفي للعموم إذا لم يقصد سلب العموم في الحكم. سلب العموم هو تسليط النفي على أداة العموم. سلب العموم إيه هو سلب العموم؟ تسليط الأداة على العموم، على أداة، تسليط النفي على أداة العموم، ده يبقى سلب العموم. سلب العموم يعني إيه؟ يعني سلط النفي على الأداة. مثل ما كل، أدي كل هي أداة العموم، سلط عليها ما، ما كل عدد زوجا، يعني كل عدد ليس متصفا بالزوجية، صح كده؟ كل عدد ليس متصفا بالزوجية، بس هناك بعض الأعداد متصفة بالزوجية، فيصدق أن بعض الأعداد متصفة بالزوجية، فإن هذا ليس من باب عموم السلب، لكن ده من باب إيه؟ سلب العموم. سلب العموم، سلب العموم يعني أن الأداة سلطت، أن النفي قد سلط على الأداة، يبقى ليس المراد به نفي كل فرد من الأفراد. يبقى دي إيه عندك؟ تقول هي من قبيل عموم سلب العموم وليس من قبيل عموم السلب. عموم السلب يعني عموم النفي، فالنفي هنا عام في كل الأفراد، يبقى ده اسمه إيه؟ عموم السلب. أمال دي من قبيل إيه؟ من قبيل سلب العموم. وسلب العموم لا يفيد العموم، ولكن عموم السلب هو الذي يفيد العموم. فعندما تقول ما كل عدد زوجا، يصدق أن بعض الأعداد زوج، وهذا ليس مما نحن فيه، فإن هذا ليس من باب عموم السلب، أي ليس متصفا بالسلب، هي ليس حكما متصفا، غلط، ليس حكما. عندكم إيه في النسخة؟ غلط. النبي دي ليس متصفا بالسلبي ولا ليس حكما بالسلبي؟ صح، ليس حكما بالسلبي. اكتب بقى النسخة هنا، لأن هو بيقول لك في زاي وميم حكما، وزاي وميم هي الصح. ليس حكما بالسلبي على كل فرد، يعني عندما تقول ما كل عدد زوجة، هذا ليس من قبيل الحكم على كل فرد، بمعنى الاثنين، ليس الواحد زوج، صح؟ طب والاثنين؟ لا، ده زوج. والثلاثة، صح؟ والأربعة؟ لا. يبقى هذا ليس حكما على كل فرد، فرد من أفراد العدد، وإنما هو حكم على بعض الأفراد، ولذلك لا يفيد الاستغراق في كل الأفراد، لأن دوت مراد بإيه؟ سلب العموم، وليس المراد به عموم السلب. ليس كل إنسان كاذب، ليس كل إنسان كاذبا، صح؟ فبعض الإنسان صادق. ليس هنا الحكم على كل فرد، فرد من أفراد الإنسان بالكذب ضرورة، لأن منهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قطعا لا تصف بهذا. يبقى هذا ليس من قبيل الحكم على كل فرد، يبقى ده من إيه؟ من قبيل سلب العموم، سلبنا العموم. طب عموم السلب
لا، الأداة بتتوجه إلى كل فرد من الأفراد. طب وسلب العموم؟ الأداة لا تنفي كل فرد فرد من الأفراد. وما كل عدد زوجة سليمة، واضحة جدا، يعني ليس حكم على كل فرد فرد من أفراد العددية بأنه مسلوب عنه الزوجية، لأن في بعض، ما أنا بقول لك ليس كل عدد زوج، صح؟ بس في أعداد كمان سال فرد، في أعداد زوج وهكذا. قال وإلا لم يكن فيه زوج، وإلا لو قلنا، لو قلنا بأنه من قبيل عموم السلب وأن النفي متوجه إلى كل فرد 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 لما كان في الأفراد زوج، لأنك أنت نفيت الزوجية، قلت ما فيش في الأفراد زوجية، لا يبقى أنت لازم حتى تصح العبارة تقصد بها البعض والبعض الآخر، لا هي ليس كل عدد زوج، صح. وذاك باطل، باطل ليه؟ ده بالبداهة ان بعض الافراد زوجية وبعضها فردية، بل المقصود ابطال قول من قال زي ما قلنا لا اله الا الله، المقصود بها ايه؟ المقصود بها الرد على من قال بان هناك اله مع الله. بل المقصود إبطال قول من قال كل عدد زوج، يعني بيقول لك كل عدد زوج، يعني كل فرد 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 من أفراد العددية زوج، يعني واحد هيبقى زوج، فأراد إن هو يقول له ليس كل عدد زوج، ردا على دعوة من ادعى أن كل عدد زوج، فأراد يقول له لا مش كل عدد زوج، في أعداد زوجية زي 2 4 6 8 اللي هي بتنقسم على يعني كمين متساويين، الأربعة زوج لأنه بينقسموا على اثنين واثنين، الاثنين زوج واحد وواحد، الستة زوج ثلاثة وثلاثة، ثمانية زوج أربعة وأربعة، العشرة زوج خمسة وخمسة، الاثناشر زوج ستة وستة، الأربعتاشر سبعة وسبعة وهكذا. يبقى زوج ليه؟ لأنه ينقسم على متساويين. قال ففرق بين عموم السلب اللي هو بيفيد العموم في كل الأفراد، لأن عموم السلب المراد بإيه؟ أننا سلبنا، عموم السلب معناه أن النفي توجه إلى كل فرد من الأفراد ولم يترك فردا واحدا مع صحة واستقامة الكلام. وسلب العموم، العموم ليس فيه على كل الأفراد، ليس المراد الحكم على كل فرد فرد من الأفراد، إنما المراد الحكم على بعضها. الله، فاهمين كده؟ ده جميل جدا الكتاب، والله سهل. اللي يجي يقول لي والله أصل الكتاب أصل العبارة، لا، الكتاب ده الحمد لله. ومما يتفرع على أن يتفرع، يعني يا مشايخ، يعني يعتبر فرعا لما مضى، يعني تفرع مما سبق، انبثق مما مضى، على أن النكرة في النفي تعم أن الأصح تعميم نفي الاستواء، وما في معناه، يعني وما كان في معنى الاستواء زي التشابه والتماثل، فهم؟ نحو هل يستوون، ده استفهام إنكاري، يعني المراد بالإنكار، يعني لا يستوون، يعني نفي الاستواء الحاصل بين الفريقين، فريق المؤمنين وفريق الكافرين. هل يستوون؟ يعني لا يستوون،
يعني لا مساواة بينهم في كل من الأمور الممكن نفيها. فهو لنفي جميع وجوه الاستواء، يعني ليست هناك مساواة بين فريق الإيمان وفريق الكفران، ولا مشابهة ولا مماثلة بينهما في كل ما يمكن أن يشترك ويتماثل ويستوي فيه. هؤلاء مؤمنون ويثبتون يعني ألوهية الله، وهؤلاء لا يثبتونها. هؤلاء يمجدون الله وهؤلاء لا يمجدونه، هؤلاء يعبدونه وهكذا. نفى الاستواء بين الاثنين، بس هذه هي الأوجه الممكن فيها الاستواء. طب الإنسانية؟ لا، ما بينفيش استواءنا في الإنسانية، لأن الاستواء إنما أراد أن ينفي كل وجوه الاستواء الممكنة. أما الإنسانية لا، ما ينفيهاش لأنها موجود. الممكن نفيها، وقيل لا يعم، يبقى الأصح تعميم نفي الاستواء. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستوي يعني لا استواء، يعني ينتفي كل أمر يمكن أن يشترك فيه. هؤلاء في نعيم وهؤلاء في شقاء، هؤلاء في رضا من الرحمن وهؤلاء في غضب من الله، هؤلاء مرضي عنهم وهؤلاء غير مرضي عنهم. فهم يبقى كل وجوه الاستواء منفية فيما بينهم، ولكن الإنسانية لا مش منفية. طب والمكانية؟ مش منفية، ما دول في مكان ودول في مكان. طب صفة المكان؟ لا منفية. أصل المكان؟ لا. قال جميع وجوه الاستواء الايه الممكنة. طيب وقيل لا يعني لا يعم، نظرا إلى أن الاستواء قبل أن يدخل عليه النفي هو استواء في بعض الوجوه، استوى فلان وفلان، مش استوى في كل شيء، ده استوى في بعض الأوصاف فيما بينهم. فلما يأتي النفي بيأتي النفي على بعض هذه الأوصاف، يبقى مش عامة في كل الأفراد، هو بيقول كده يعني. طيب وفي بقى كلام كثير لأن المسألة طويلة، لكن كويس أوي، حلو أوي إن أنت خدت الكلمتين الحلوين دول، لأن ده بحث طويل. وأن الأصح تعميم نحوي لا أكلت أو إن أكلت، فيعم جميع المأكولات. طيب العموم هنا ايه؟ عموم معناه عموم شمولي واستغراقي. اذا كان الفعل متعديا، صورة المسألة ان يكون الفعل متعديا ولم يذكر مفعوله، ووقع الفعل في سياق النفي، او وقع الفعل في سياق الشرط، فهل يكون الفعل عاما في المفعول به أي في كل المفعولات فيقبل التخصيص، أو لا يكون فيه عاما فلا يقبل التخصيص؟ هذه هي المسألة. تاني، عشان المسألة دي لطيفة يا أخوانا، في ده مسألة سهلة والله العظيم. بيقول لا أكلت
أدي أول حاجة فعله متعدي، يعني لا أكلت الكشري، لا أكلت الفول، لا أكلت الطعمية وهكذا، ما هو أكلت ده متعدي. ولا معدتك ولسانك وسنانك هو اللي متعدي لأنه اللي بياكل؟ طيب أهو فعل يقول لك أكلت، أول حاجة يشترط في هذه المسألة شرطها أن يكون الفعل متعدي، خرج الفعل القاصر، صلوا على النبي، لم يذكر المفعول، خرج ما إذا ذكر المفعول، والله لا أكلت الجمبري، أكلت الجمبري على طول أكفر، وطبعا ما فيش حد هياكله لأنه غالي. فبيقول لك أول حاجة في المسألة أن يكون الفعل متعديا ألا يذكر المفعول، تاني حاجة أن يكون يعني الأداة إما أداة نفي أو أداة شرط. فعندما تقول لا أكلت يعني لا أكلت أي نوع من أنواع الطعام، فهي عامة في كل الأطعمة، وعلى هذا يجوز أن قلبك يخصص ويقول إلا الطعمية. ليه؟ لأنها للعموم، والعموم يقبل التخصيص بالنية. أو إن أكلت بعد شرط، يعني إن أكلت أي طعام ويستثني إلا الطعمية، إن أكلت فأنت طالق. هذا بينفع خلي بالكم في موضوعات الطلاق المعلق، وأعتقد أن يعني كميات الطلاق في بلدان المسلمين كثرت. فإذا قال لها إن أكلت فأنت طالق، وخصص بقلبه إلا الفول، كأنه قال إن أكلت يعني أي طعام من الأطعمة إلا الفول فأنت طالق. فأكل الفول هل تطلق؟ لا. أو لو كان قال لها مثلا لا أكلت يعني أي طعام، أو كأن قال مثلا والله لا أكلت أي طعام ونوى بقلبه إلا الفول وأكل الفول، هل يحنث؟ لا، يبقى تنفع معنا في هذا. قال فيعم جميع المأكولات، وقيل لا يعني لا يعم. طيب ليه بقى لا يعم؟ قال وفي هناك كلام، وهذا هو المنقول عن أبي حنيفة، ولذلك لا يقبل ما نواه بل يحنث بأي مأكول أكل. قال لا يعم. طيب ليه؟ قال والله سيدنا أبو حنيفة بيقول لأن النفي ليس متوجها على الأفراد، وإنما متوجه على الحقيقة، والحقيقة ليست متعددة حتى يستثني منها ويخصص منها. فإذا قال لا أكلت يعني لا وجود لهذه الحقيقة، وهي حقيقة الأكل، أو إن أكلت فالنفي هنا متوجه إلى نفي الحقيقة، ويلزم كما ذكرت لكم من نفي الحقيقة نفي كل فرد من الأفراد. فإذا قلت لا أكل حقيقة واحدة، هذه الحقيقة الواحدة التي توجه لها النفي، ولذلك لا يمكن أن أستثني بقلبي من هذه الحقيقة، لأن الاستثناء إنما يدخل على ما يقبل التعدد، وهذه لا تقبل التعدد. وإذا انتفت الحقيقة يلزم من نفيها نفي كل فرد من الأفراد. إذ لو وجد فرد، انتبه، إذ لو وجد فرد من أفراد الحقيقة حتى ولو في فرد واحد لما انتفت الحقيقة، لأن الحقيقة توجد في فرد من أفرادها. وجدت مثلا في الفول،
أكلت الفول يبقى وجدت حقيقة الأكل. أكلت اسمه إيه؟ الجمبري، وجدت حقيقة الأكل. فالحقيقة توجد ولو في فرد. طيب، قال: وقيل لا يعم. ومثل النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النهي، لأن النهي مطلوب به الانتفاء. عندما تقول لا رجل، أنت هكذا نفيت وجود أفراد الرجل في المكان، لا رجل في الدار. طب والنهي؟ النهي المراد به كذلك تحقيق النفي. لا تأكلوا هو نهي عن الأكل، والمراد به الامتناع من الطعام، والامتناع يساوي النفي. كأنني أقول لك لا تأكل، يعني لا أريد وجود فرد من أفراد الأكل، فمعنى أيضا نفي. ولذلك قالوا النهي نفي في المعنى، لأن المراد به الامتناع، لأن المراد به الإلغاء، لأن المراد به عدم إدخال هذا الفرد في الماهية، كما أنه منفي في النفي فكذلك هو منفي بطريق اللزوم في النهي. نحو قوله لأنه في معنى النفي. عرفتم المعنى جاء من أين. والنكرة في سياق الشرط، التاج على أن التاج السبك على أن النكرة في سياق الشرط للعموم البدلي وليست للعموم الشمولي والاستغراقي. فإذا قيل من يأتيني بمال أجازه، يعني مش المجازاة مرتبة على مجيء كل فرد 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 بالمال، بل يقصد في أي فرد وجد فسوف أجازيه، هذا أو هذا أو هذا أو هذا أو هذا إلى آخر، اللي هو عموم الإيه؟ العموم البدل، مش العموم الاستغراق. من عمل صالحا فلنفسه، لكن هنا بيقول لك كل فرد 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 عمل صالحا فإنه يأخذ ثوابه، لكن هذا العموم عموم إيه؟ عموم استغراقي. وقد تكون النكرة في سياق الشرط للعموم البدلي كما ذكرنا لكم بحسب السياق. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، هي أصلها وإن أحد استجارك فأجره، لأنه في معنى النفي، لأن أيضا الشرط في معنى النفي. عندما يقول لها إن خرجت فأنت طالق، هو إيش بيقول هذا ليه؟ بيقول هذا لأنه لا يريد الخروج ولا يريد من الزوجة أن تخرج من المنزل، فيريد منعها ويريد أن لا تفعل، فالمراد أن لا. يبقى الشرط كذلك في معنى أن النفي، لأنه تعليق أمر لم يوجد على أمر لم يوجد. ده من جهة أخرى بقى، قال ده هما الاثنين منفيين، لأن التعليق ده أمر مستقبلي، علق الطلاق الذي لم يوجد على خروجها الذي لم يوجد، يبقى منفي أهو. ده من جهة أخرى بقى يعني، والنكات لا تتزاحم. والنكرة في سياق الاستفهام الإنكاري، زاده البرماوي كقوله تعالى: هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. هل تحس منهم من أحد، يعني كأنه يقول لا يتكلم أحد ولا يتحرك أحد، ينكر عليهم ذلك، ده اسم استفهام إنكاري، وزاده الإمام البرماوي.
لأنه في معنى النفي، لأن المراد إيه؟ المراد إن هو أن يمتنع كل إنسان عن ذلك، يبقى ده اسمه استفهام إيه؟ إنكار. والنكرة في سياق الاستفهام الإنكاري، لأنه في معنى النفي، والنكرة في سياق الامتنان. قال ذلك القاضي أبو الطيب في تعليقه على الاستدلال على الطهارة بالماء بقوله: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فماء طهورا، ماء دي نكرة تعم كل ماء، يعني كل ماء نزل من السماء فهو طهور. من أين عرفنا العموم؟ أن هذه النكرة سيقت في مساق يعني الامتنان. إيش الامتنان؟ الامتنان يعني أن الله سبحانه وتعالى يعدد علينا النعم. ألم أنزل عليكم من السماء ماء؟ ألم أفعل معكم كذا؟ ألم أفعل معكم كذا؟ كل هذا من قبيل تعداد النعم. فتعداد النعم هو الامتنان، والنكرات في سياق الامتنان للعموم، لأن الله سبحانه وتعالى يذكرها على سبيل الامتنان. ونحن نعرف أن هذا مما أنعم الله به علينا. قال: والعموم من صفات النطق. طيب انتهينا هنا من هذه الأدوات. إيه؟ النكر. وأنزلنا من السماء ماء طهورا. امتن الله علينا سبحانه وتعالى بهذا الماء، فيدل على أن ما يقول لك وأنزلنا من السماء ماء طهورا، بيعدد علينا النعم، بيقول هذا من نعمتي وهذا من نعمتي وهذا من نعمتي. هذا هو الامتنان، تعداد النعم من الامتنان. والنكرة في سياق تعداد النعم تفيد العموم، لأن هذا هو المقصود من التعداد. التعداد هو حصر النعم التي أنعم الله بها عليك، وهذا يدل يفيد العموم. فعندما يقول وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فكأنه قال كل ماء نزل من السماء فهو طهور. هنا أتكلم على قضية تانية، الصيغ اللي احنا تكلمنا عنها في الوحدات الأربع وما لحق بها وما لم يذكر هنا، هي صيغ موضوعة للعموم. فالعموم وهو الاستغراق والشمول صفة لللفظ وليس صفة للمعنى، فاللفظ هو الذي يوصف بالعموم فقط، وأما المعنى وأما الفعل وأما القضاء فكل ذلك لا يوصف بالعموم. قال: والعموم من صفات النطق، يعني من صفات المنطوق. فالنطق هنا مصدر أريد به اسم المفعول، نطق ينطق نطقا كتلفظ يتلفظ لفظا، يبقى إيه؟ من صفات اللفظ. فهو حقيقة، فهو أي العموم حقيقة فيه، يعني في اللفظ، يعني العموم مما هو معنى، يعني هو معنى من المعاني الموضوعة بإزاء اللفظ. اتفاقا، يعني بلا خلاف بين أحد، حتى من قال بالمذاهب الأخرى قال أيضا إنها ده قدر متفق عليه، إن العموم صفة من صفات الألفاظ قطعا، لكن هل هي كذلك للصفات للمعاني وللأفعال ولي هذا كلام آخر. قال:
لأنه صفة لللفظ، يعني لأن العموم يوصف به اللفظ فيقال هذا لفظ عام. طيب كما يقال هذا لفظ خاص، وهذا إنما يطلق على سبيل الحقيقة، يعني نستعمله وصف العمومية لللفظ، والأصل في هذه النسبة الحقيقة، فيكون اللفظ مما وضع له العموم وضعا حقيقيا، كما أن اللفظ مما وضع له الخصوص وضعا حقيقيا. أما المعنى فالعموم فيه مجاز، كما في قولهم الكرم في العرب. الكرم اللي هو معنى الكرم اللي هو العطاء والسخاء، ده لا يجري فيه العموم في العرب. يعني ايه؟ يعني عطاءك انت العربي، وعطاء ده اللي جنبك العربي، وعطاء اللي جنبك ده العربي، وعطاء اللي جنبك ده العربي، هذا العطاء الذي هو فعل بشري لا ندعي فيه العموم، لأن الفعل خاص بالفاعل لا يتعداه، ففعلي يخالف فعلك وعطائي يخالف عطائك، فلا ينطبق عليه حد العموم. وأما المعنى فالعموم فيه مجاز، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش. الأئمة من قريش، الأئمة اللي هم القادة الخلافة، الخلفاء، والخلفاء دي ذوات، فليس هذا أيضا من قبيل العموم. وأما المعنى فالعموم فيه مجاز، نعم يبقى أطلق الأئمة من قريش، يعني كل ذات تتصف بالخلافة كائنة من قريش، ده هذا على سبيل المجاز وليس على سبيل الحقيقة. وقيل حقيقة يعني اتصاف المعنى بالعموم من قبيل الحقيقة وليس من قبيل المجاز، وصححه ابن الحاجب في شرحه على المختصر، مش شرحه بقى ده، ابن الحاجب نفسه هو صاحب المختصر، ولكن المختصر طبعا له شروح كثيرة، منها شرح العضد، منها شرح الرهوني، منها شرح ابن السبكي رفع الحاجب، منها الأصفهاني في شرح المختصر، منها القطب الرازي له شرح عليه، منها الزركشي له شرح أيضا على المختصر لكنه لم يطبع بعد، لأن النسخة له نسخة واحدة فقط وهي ناقصة من أولها. وأما المعنى فالعموم فيه مجاز، وقيل حقيقة، لا بعضهم قال لا حقيقة وليس مجاز، تقول عمهم المطر وعمهم الخصب، ازاي هنا؟ قال له ما هو معنى العمومية اللي احنا قصدينها الشمول، يعني نزل هنا نقطة وهنا نقطة وهنا نقطة وهنا نقطة، فتعددت النقاط الحاصلة في الأرض، يبقى ده عموم ولا مش عموم؟ قلنا له لا، العموم اللي احنا قصدينه ان امر واحد يشمل متعدد، وده غير متحقق. احنا رأينا مثلا لفظ المشركين، ده لفظ عام، لماذا؟ لانه لفظ واحد وهو يشمل افراد متعددة، لان هذا هو معنى العموم، ان يكون شيء واحد ويدخل تحته ما لا ينحصر. لكن لما تقول عمهم المطر، المطر ده عبارة عن نقطة من الماء، النقطة من الماء اللي موجودة هنا في هذه البقعة تختلف عن هذه البقعة، تختلف عن هذه البقعة وهكذا. وعمهم الخصب، الخصب الذي موجود هنا ليس هو الخصب الذي موجود هنا، ليس هو ذا الخصب الذي موجود هناك. الخلفاء من قريش، الأئمة من قريش، هذا الإمام يختلف عن هذا الإمام، يختلف عن هذا الإمام. طيب ولذلك لا نقول فيه بقضية العمومية، لأن العموم معناه إيه؟ هو أمر واحد يشمل متعدد،
وذلك لا يتحقق إلا في اللفظ، وقيل في الذهن دون الخارجي، يعني أنها حقيقة في المعنى الذهني دون المعنى الخارجي، لأن المعنى الذهني ممكن يتصور فيه التعدد، معنى واحد يشمل معاني متعددة، أما المعنى الخارجي إذا وجد فإنه يوجد في مكان واحد ويختلف عن من بجواره. طيب تمام، كل اللي أنا نقلته قلته. وقيل لا يكون فيه لا حقيقة ولا مجاز، يعني هو العموم، لا نستطيع أن نقول هو من عوارض الألفاظ لا حق. لا، وبقى فيما بعد مش في الأول ده قطعا يعني. وقيل لا يكون فيه، يعني العموم، لا يكون فيه أي في المعنى لا حقيقة ولا مجاز، مش اللفظ، المعنى، يعني المعنى لا يتصف بالعموم لا على سبيل الحقيقة ولا على سبيل المجاز، يعني في كل الأحوال. أصله هو العموم دوت عبارة على إيه؟ تقول له عبارة عن إيه؟ أهي شمول أمر واحد، واحد أمر واحد لمتعدد. تقول له يعني إيه؟ يقول لك يعني عندي لفظ، لفظ المشركين ده عام ولا مش عام؟ عام. يقول لك هذا اللفظ واحد لكنه يشمل متعدد، يشمل الأفراد، يشمل فلان وفلان 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 وفلان. تقول له دي نورت، فهمت، يبقى هذا هو الذي يتصف بالعموم لأنه أمر واحد شمل متعدد. تقول له لماذا لا يكون المعنى كذلك؟ يقول المعنى مثل المطر، المطر إذا نزل نزل على الأرض، احنا بنقول معنى، معنى يعني جسم، النقطة هذه لا ينطبق عليها التعريف لأنه ليس واحد يشمل متعدد. أنا ما بتكلمش في الألفاظ، أنا بتكلم في ذات النقطة التي نزلت هنا والنقطة الأخرى والأخرى والأخرى، هذه ليس فيها عموم. لماذا؟ لأن هذه النقطة موجودة في مكان مختلف عن النقطة الموجودة أخرى في مكان. نحن لا نتكلم في اللفظ، في عموم اللفظ، إنما نتكلم في عموم المعاني، مش منطبق عليها، لأن لابد أن يكون العموم واحد يشمل متعدد، وهذه النقطة لا تشمل النقطة التي بجوارها والنقطة التي بجوارها وهكذا. ولا يجوز، أي ولا يصح دعوى العموم في غيره، أي في غير النطق، يعني لا نقول بأن غير اللفظ، النطق اللي هو الايه المنطوق يعني الملفوظ اللي هو اللفظ نفسه، من الفعل. المراد بالفعل هنا الحاصل بالمصدر لا المصدر. عندي حاجة اسمها مصدر وعندي حاجة اسمها حاصلة بالمصدر. المصدر اللي هو الحدث نفسه، الحاصل بالمصدر اللي هي الصورة التي نشأت من الحدث. هضرب لكم مثال، أنا أريد أن أحمر دجاجة، عارفين تحمير الدجاج؟ يعني أريد أن أكسبها لونا أحمر، ماذا أصنع؟ آتي بالزيت، أضعه على النار كما معينا، ثم بعد ذلك آخذ الدجاجة، بارك الله لي فيها، قول اللهم آمين، ونأكل سويا، أضعها في، أفتح النار، أضع الدجاجة في الزيت وأقلبها، يبقى دي عملية اسمها عمليات التحمير، ده اللي هو المصدر، إن أنا أقلبها، أضعها في الزيت وأقلبها وأقلبها حتى إذا أخذت اللون الأحمر هكذا احمرت. هذا اللون الذي أخذته هو التحمير اللي هو الحاصل بالمصدر، تقليبي لها هو المصدر، الصورة التي نشأت من هذا التقليب هو الحاصل بالمصدر.
فالفعل هنا الذي لا يدعى فيه العموم هو الحاصل بالمصدر لا المصدر. قال من الفعل، ومن هنا لبيان يعني الجنس، جنس الغير في غيره المثبت بخلاف المنفي. المنفي لأنه بينفي كل الأفراد، ونفي كل الأفراد هو ذاك العموم، لكن عندما يقول صلى رسول الله في الكعبة ليس هذا معناه أنه صلى النافلة، هي صلاة واحدة. هل معنى أنه صلى النافلة وصلى الفرض؟ هي صلاة واحدة، كيف تكون اثنان؟ كيف تكون الصلاة يعني صلاتين؟ لا، سواء أخلي عن كان أم اقترن بها. يبقى صلى أو كان يصلي، سواء كان يعني مصحوبا بكان أو خاليا عن كان، سواء أخلي عن كان أم اقترن بها أي بكان. وما يجري مجراه، وهنا في حاشية مهمة رقم 3 نقراها كده لأنها مهمة، أنا حطت عليها علامة يعني أعرف أنها مهمة، عشان احنا عايزين نقف عند تعريف الخاص ونقول لكم مبروك وصلنا إلى الخاص. نقرأ بقى الحاشية. قال إذا قال الراوي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل كذا، هو هنا يتكلم على إن كان هل تفيد التكرار أم لا. إذا قال الراوي، ده الراوي ده مين؟ ده الراوي ده من الصحابة، كان صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، فهل يدل ذلك على تكرار الفعل ودوامه؟ صحح ابن الحاجب أنها تقتضيه عرفا ولغة، يعني عرف الاستعمال هكذا، واللغة موضوعة فيها كان للتكرر، هكذا يدعي ابن الحاجب. قال وهذا ما استفدناه من قولهم كان حاتم يقري الضيف، وصحح الرازي في المحصول أنها لا تقتضيه، يعني كان لا تقتضي التكرار، التكرار غير العموم، لا عرفا ولا لغة، يعني ليس في العرف ما يفهم منه هذا، وليس كذلك في اللغة ما يفهم منه هذا. فلان كان يتهجد، يقولون فلان كان يتهجد إذا صدر منه التهجد مرة واحد، واستعمالها لغة صحيحة واستعماله عرفا صحيح، فدل ذلك على أن كان ليست موضوعة للتكرار. ولذلك قال وقد تستعمل كان مع المضارع للتكرار، ده للتقليل، هنتكلم عنها تاني، بس هو كان مفروض يضع الحاشية دي هناك، إذا قال الراوي يضعها هنا وقد يستعمل. افتح انقل الكتاب كده قبل، هات الكتاب قبل تعريف الخاص والتخصيص بسطرين، بيقول ايه؟ وقد تستعمل كان مع المضارع للتكرار، ها وصلتم؟ الحاشة بقى اللي وضعها هنا المحقق اللي هي 3 اللي هي مقترنة بها، في تحتها حاشة اهي، الحاشة دي المفروض تتنقل وتتحط هنا، وقد تستعمل كان مع المضارع للتكرار. يبقى وضع الحاشة في غير موضعها. طيب نرجع تاني يا شيخ. قال وما يجري مجراه، أي وكذلك ما يجري مجرى الفعل مثل الفعل،
أي مجرى الفعل، يعني في أنه يقع على صفة وصف معين كالقضاء. ما الذي يجري مجرى الفعل؟ كل ما يقع على وصف معين كالقضاء، لأن الفعل يقع على حالة معينة والقضاء كذلك يقع على حالة معينة، لأنه أنا بحكم على شخص معين بقضية معينة في حالة معينة، والفعل كذلك إنما يكون معينا لأنه وقع في زمن معين من شخص معين في مكان معين في حال معين. يبقى ما يجري مجراه من كل ما يقع على وصف واحد، لأنه نكرة، لأن الفعل نكرة، والنكرة في سياق الإثبات لا تعم كما ذكرنا ذلك. مثال الفعل في حديث الصحيحين البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى داخل الكعبة، يعني لا يعم هذا الفرض والنفل، لأن صلاة واحدة، يا إما أن تكون نفلا يا إما أن تكون فرضا، نتوقف فيها إلى حين البيان، ولا ندعي أنه صلى يعني يعم الصلاة الفرض والنفل، ده صلاة واحدة معينة. وحديث البخاري كان يجمع بين الصلاتين في السفر، يعني لا يعم هذا أنه كان يجمع جمع التقديم ولا جمع التأخير، هو واحد بس، يعني لا يعم هذا جمع التقديم ولا جمع التأخير، فلا يعم الأولى وهو صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم داخل الكعبة الفرض والنفلة، ولا الثاني اللي هو كان يجمعه جمع التقديم وجمع التأخير. لماذا؟ لأنه يقع على صفة واحدة، جمع، ده هو جمع بين الصلاتين، يا إما جمع في التقديم يا إما جمع في التأخير، إزاي يجمع تقديم وتأخير معا؟ ولا كذلك يشمل السفر القصير ولا السفر الطويل، لأنه يقول لك جمع بين الصلاتين، بيشاور يقول لك دي صلاتين، يعني صلاتين إيه؟ معينين في السفر، يا إما أن يكون تقديم يا إما أن يكون تأخير، يا إما أن يكون سفر قصير يا إما أن يكون سفر طويل، اللي هي مرة واحدة وفي زمن معين وفي فعل معين. ومثال الجاري مجرى الفعل قول الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر، مش عام، ليه؟ أصله هو تسأل فقيل يا رسول الله أنا اشتريت مثلا يعني الطير في السماء، فقال لي لا تفعل، فجه الراوي قال ايه قلت له ليه؟ قال لي والله لأن دي مخاطرة ودي ودي، فراح الراوي نقلها بالطريقة دي، نهى عن بيع الغرر. كلمة نهى عن بيع الغرر ديت هذا ما رآه الراوي وما فهمه من القصة التي عرضت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الغرر لا يشمل كل أنواع البيوع، وقضى بالشاهد واليمين، ده في حالة معينة، قضى بالشاهد واليمين في حالة مخصوصة، جه واحد واخد بالك بصورة معينة ورفع القضية لسيدنا رسول الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له معك شاهد تاني، قال له لا، يبقى القضاء هو لشخص معين في قضية معينة في زمن معين، وليس هذا حاصل لكل أحد. صحيح يقول لك طب ما احنا شايفين الفقهاء بيستدلوا بيها، هم بيستدلوا بيها لأمر آخر وليس هذا من قبيل ادعاء العموم في ذاتها. وقضى بالشاهد واليمين، فكان قال له معك شاهد تاني، قال له معيش، هو واحد بس اللي معاي،
فحقق سيدنا رسول الله في القضية، قال له طب تحلف مع الشاهد اللي معاك ويكون حلفانك قائم مقام شاهد تاني؟ قال له أحلف. فقضى له بالشاهد واليمين، يعني بعد أن أتى بشاهده وحلف أمام النبي صلى الله عليه وسلم قضى وحكم له بهذا الحكم، فهو خاص بذلك الشخص، هذا الحكم خاص بذلك الشخص ولا يعم كل شخص. وقضى بالجوار، يعني قضى أن عندكم إيه، وقضى بالجوار يعني وقضى بالشفعة للجوار، هي على حذف مضاف، وقضى بالشفعة مش حذف مضاف بقى، وقضى بالشفعة للجوار. شريك يعني لا، جيران، جيران يعني أنا مثلا بني بيت وأنت بجنبي بني بيت، وأنت بعت بيتك وبيتك ده لازق بجوار منزلي، فقلت أنا أريد أن أشتري من هذا الذي اشترى منك، قال لي أنا اشتريت خلاص الحمد لله اتعشت وخلصت. قلت له لا، سأذهب إلى النبي. فذهبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضنا له القصة الخاصة التي وقعت بيني وبين جاري، فقضى لي أنا المجاور بأن آخذ الدار من الذي اشتراها بمثل ما اشتراها، وهذا معناه أنه قضى بالشفعة للجاري، للجوار يعني للجار، يعني بسبب أنه كان مجاورا لي، لعله قضى لهذا الجار لخصوصية معينة عند هذا الجار، وهذه الخصوصية لا توجد في كل قضية، ولذلك لا نقول قضى بالشفعة للجوار، أنها في كل أنواع الجوار في كل الأشخاص وفي كل الحالات وفي كل الأزمنة وفي كل الأمكنة. لا، قال فلا يعم كل غرر وكل شاهد ويمين، ولا يعم كذلك القضاء والحكم لكل شاهد ويمين، ولا يعم كذلك يعني أن يكون أن تكون الشفعة لكل جار. وقيل بعموم الفعل وما جرى مجراه، هذا هو المذهب الثاني، والأقلون على إفادته للعموم، ومشى عليه العلامة العضد كابن الحاجب، قالوا لأن الصحابي عدل والله عدلهم، عارف بالمعنى لأنه من أهل اللسان ومن أهل اللغة، وجلس وتعلم على حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فالظاهر أنه لا ينقل اللفظ بصيغة العموم إلا إذا كان اللفظ مفيدا للعموم. وتستعمل خلاص، ده دليل المذهب ده، إن الصحابي ما ينقلش الشيء بصيغة العموم إلا إذا كان رأى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الفعل للعموم. وقد تستعمل كان مع المضارع للتكرار، أنا أقف عند هذه.